عن بشو. عم بتفك العبء او عم توصلها؟ ومن انت يا هذا؟ خليل او خليله؟ وما الفرق؟ ضمة او ضمتين؟ اغرب عن وجهي يا هذا. هذا او ذاك؟ اغرب عن وجهي ولا قتلتك. بحد السيف ام الخنجر؟ بالمسدس. بالمسدس او مخمس؟ ارحل، انت لا تعرف ماذا سافعل بك. بك او ستيلو. انا ارهبي من القاعدة. قاعدة على الكنبة او قاعدة على كرسي الحمام؟ انت توترني. توتر عالي او توتر واطي يا واطي. علي ان اعد هذه العبوة للتفجير. سي فور او تأتي. كاد التوقيت ان ينتهي. توقيت صيفي او توقيت شتوي. لقد اعدوا هذه العبوة واعطوني مالا لكي افجرها في تلك الاحياء. احياء او اموات؟ علي ان اعطل هذه العبوة ولا اصبحت في خبر كان. كان واخواته او كان يا مكان في قديم الزمان. فضلي وفضل امثالي سيصبحون كلهم امواتا، لكنني تاخرت بسببك. لا اعرف كيف سافكك هذه العبوه. هل اقطع الشريط الازرق ام الشريط الاحمر؟ احمر منك او ممن ارسلوه؟ هل اقطع الشريط الازرق؟ ازرق او احمر؟ هل اقطع الشريط الاحمر؟ احمر او اسود؟ هل اقطع الشريط الاسود؟ اسود او ابيض؟ هل اقطع الشريط الابيض؟ ابيض او اصفر؟ هل اقطع الشريط الاصفر؟ اصفر او احمر؟ هل اقطع الشريط الاحمر؟ بعد في كتير منهم او خلصنا منهم؟ رح يخلونا نرتاح منهم ولا ما رح يخلونا نرتاح منهم؟ هودي بشر او مش بشر؟ عندهم اولاد او ما عندهم اولاد؟ عندهم ضمير او ما عندهم ضمير؟ عندهم دم او بلا دم؟ عندهم احساس او بلا احساس؟ عندهم وطن او ما عندهم وطن؟ ولك تفه عليهم. لا اخ تفه عليهم.